السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن ليوم الخميس 18 أبريل 2019 لو حصل تغيير في الأسعار خلال اليوم هنكتب لحضراتكم في التعليقات في أسفل الفيديو تابع معنا الفيديو للنهاية أولا بالنسبة لأسعار اللحم سعر كيلو الفراخ الأبيض 27 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 41 جنيه سعر كيلو الفراخ البلدي 38 جنيه بالنسبة لأسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الأبيض من 8 جنيه ل 10 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 4 جنيه ل 6 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 4 جنيه ل 5 جنيه بالنسبة لأسعار البيض كرتونة البيض الأبيض 36 جنيه كرتونة البيض الأحمر 36 جنيه كرتونة البيض البلدي 41 جنيه في النهايه بشكركم لحسن المتابعه لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته